أما الأحاديث فكل يتشدق بها حتى تمل، ولا فن أو براعة في ذلك. وأين الفن والبراعة يا ابن الزيات؟ في الأدب والشعر، هذا ما سيجيبك به محمد بن الزيات. نعم ونعم ونعم، من كان طويل اللسان فليأتني ببيت شعر واحد. هيا. هذا يعني أنك عددت أبياتا وحفظتها وجئت لتباري من في المجلس. حسنا، من أعد أبياتا فليسمعني الآن، وله مني جائزة قيمة. دع عنك لومي، فإن اللوم إغراء. وداوني بالتي كانت هي الداء. ألم تجد غير شعر أبي نواس لتسرق منه يا هذا؟ سأقول أنا أولا، ومن يشاء أن يقول بعدي فليقل. هيا هيا دعنا نسمع غزلا، فهو ملح المجالس. حبا وكرامة، اسمعوا. سلام على الدار التي لا أزورها، وإن حلها شخص إلي حبيب، وإن حجبت عن ناظري ستورها، هوى تحسن الدنيا به وتطيب. رضيت بسعي الوهم بيني وبينها، وإن لم يكن للعين فيه نصيب. مخافة أن تغري بنا ألسن العدا، ويطمع فينا عائب فيعيب. كأن مجال الطرف من كل ناظر على حركات العاشقين رقيب. ها، هل من يباريني ويجاريني؟ اسمع. لنا إبل يضيق بها الفضا، وتفتر عنها أرضها وسماؤها، وأبي ينهى أن تستباح دماؤنا، ومن دوننا أن تستباح دماؤها. هل كان أبوك حاتم الطائي يا صولي؟ أنا أكرم وأجود من حاتم الطائي. يا غلام تعال إلى هنا، خذ، تذهب مسرعا وتشتري بكل هذا شرابا وفاكهة كي أدخم هؤلاء وأسكت ألسنتهم. هيا. هل كان حاتم الطائي يفعل ذلك يا ابن الزيات؟ لا تبالغ في الإنفاق يا إبراهيم، لا تبالغ. دعه، إنه يريد أن يرينا الجود والكرم. لا تستفزه يا هذا، فإبراهيم جواد كريم، كلنا نعرف ذلك، وأني أحب هذه الصفة فيه، لكني لا أرى سببا للإسراف. يكفي أنه أعد لنا مجلسا وشرابا. ما دمت صاحب المجلس فلي حريتي، أفعل ما أريد، وسأجعل سرور الدنيا مقيما هذه الليلة لا يزول. إنما الدنيا كظل زائل، نحمد الله كذا قدرها. محمد، أنت هنا يا أبي؟ هل علي أن أنتظرك كل ليلة هنا كي أراك وأحادثك؟ أنا لا أسهر كل ليلة يا أبي. وأين أنت كل يوم وكل ليلة؟ أنت تقضي نهارك مع كتاب المأمون، وتقضي ليلك مع أهل السهر والمجون. لن أسهر ليلة الغد. محمد، أنت تتهرب مني كالعادة كي لا تسمع مني، لماذا يا ولدي؟ سمعت منك الكثير يا أبي، وأعلم بأنك حريص على أن تجعلني خليفتك في السوق والتجارة. كل هذه النعمة التي نحن فيها جاءت من التجارة والسوق. مكانتي في قصر المأمون، وما أمد به أسرته وحاشيته من بضاعة وتجارة، كلها جاءت من السوق والتجارة. حتى مكانتك أنت جاءت من السوق والتجارة. أعلم يا أبي، ولكن... ولكن ماذا؟ اسمع، لا أريدك أن تبقى مع أولئك الكتبة كي تأخذ جراية لا تسمن ولا تغني من جوع. أريدك أن تصبح تاجرا مرموقا.
أنا لا أصلح للتجارة يا أبي، ألم تجربني؟ جربتك عندما كنت صغيرا، لا تدرك ما تدركه الآن. والآن أنا أدرك ما أريد، تصبح على خير يا أبي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لم أدرك عامل البريد، وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى الحسن بن سهل صهر الخليفة وهو في قم الصلح. الحصان يستطيع أن يعدو ويصل إلى قم الصلح قبل صلاة الظهر. ما تراه يفعل ذلك؟ أنا إذا رأيت أن تؤجل الرسالة إلى الغد أذهب بها أنا إلى الحسن بن سهل. أنت؟ نعم، إنه يعرفني وقد كان يجلسني لأكتب له بعد أن يملي علي. أنت نهاز فرص ابن سيات، وتريد أن تصل إلى أعلى المراتب فتتخذ الكبار سلما. وكيف نرتقي إلا بهؤلاء؟ سأسأل وكيل الحسن بن سهل إن كنا نستطيع تأجيل الرسالة إلى الغد. الوصول إلى الحسن بن سهل باب يجب أن أطرقه. أنت يا هذا. أمر مولاي. انظر في هذا الكتاب وقل لي ماذا يعني به أمير واسط. إذا أذن لي مولاي أن أقرأ ما في هذه الرسالة. اذهب أنت. أمر مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. دع عنك السلام والتحية ومقدمة الكتاب وانظر في أمر جباية المال. أمر مولاي. واعلم يا مولاي أن عامنا هذا سنة أخذت وما أبقت، فاكتهل الحصيد. ماذا يعني بأن عامنا هذا سنة؟ أليست السنة هي العام؟ عام القحط يا مولاي تسميه العرب سنة، حين ينقطع المطر ولا تنبت الأرض نباتا. أما قوله اكتهل الحصيد فالاكتهال هو اختلاط اليابس بالرطب، ومنها مثلا اختلاط الشعر الأسود بالأبيض فيقال رجل كهل. أما الحصيد فهو الزرع الذي يستحق الحصد، والحصيد على وزن فعيل يراد منه المفعول به. حسنا حسنا، ما اسمك أيها الكاتب؟ خادمكم محمد ابن عبد الملك الزيات. ستتولى النظر في كل ما أريد كتابته يا ابن الزيات. هذا شرف أباهي به يا مولاي. لا تتأخر عني حين أدعوك إلى مجلسي. سيجدني مولاي الأمير بين يديه حين يريد تشريفي بالدخول إلى مجلسه. هل كنت تكلم الأمير يا محمد؟ بل الأمير هو من كان يكلمني ويسألني، كما تعلم فهو أمي. أخفض صوتك. لماذا؟ الكل يعلم أن الأمير ابن هارون الرشيد أمي. كف لسانك أيها الشقي ودعنا في عملنا. استأذنت وكيل الحسن بن سهل وأعلمته أني سأرسل كتابه غدا معك. سأخرج مع أول شمس الصباح لأصل إلى قم الصلح وألتقي الحسن بن سهل والدي بدروان زوج مولانا المأمون. أخفض صوتك وكف عن الثرثرة وعد إلى عملك. رجما أحضر لك الرسالة. هيا هيا. محمد، لما صليت الفجر على عجل وأنت تستعد للخروج؟ هل أنت ذاهب للصيد؟ إنه صيد آخر يا أبي، صيد المعالي والرتب. فأنت ذاهب إذن إلى الديوان إلى حيث تحلم هناك بالمعالي والرتب. ولكنه الفجر، لا أحد يذهب من الكتبة إلى الديوان في الفجر. أعلم ذلك يا أبي، أنا لست ذاهبا إلى الديوان، أنا ذاهب إلى قم الصلح.
إلى ذي الرياستين الحسن بن سهل. ادعو لي أبي. أنت يا مجنون، من يستطيع أن يدخل على الحسن بن سهل ذي الرياستين؟ عد يا ولد، عد لتسمع مني. إلى خازن بيت المال. فمات مولاي. مولاي، كاتب مولانا أمير المؤمنين يطلب الإذن بالمثول. كاتب أم صاحب ديوان يا هذا؟ بل كاتب، ويقول إن اسمه محمد بن عبد الملك الزيات. أعرفه، إنه شاعر أيضا. ليدخل. السلام على مولانا الوزير ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أيها الشاعر المبكر. الشعراء عادة يدخلون علينا بعد صلاة العشاء. ما دام مولانا قد أذن لي، فإني سأنشده من شعري شعرا يليق بمجلسه إن شاء الله بعد أن أضع هذا الكتاب بيده. ما هذا؟ من بعثه؟ وكيلكم يا مولاي، ولم أشأ أن أضعه بيد عامل البريد خوفا عليه من الضياع. جئتني بنبأ أفرحني، سأكافئك إذا أحسنت شعرا كما أحسنت بشرا. دع ابن الزيات يكتب جوابا لهذه الكتب. سأتولى أنا الأمر يا سيد القاضي، فابن الزيات قد ذهب لأمر عاجل إلى قم الصلح. إلى الحسن بن سهل؟ لا شأن لي بهذا الأمر، دعه يدخل على الأمير محمد حين يعود. هل لهذه الكتب علاقة بدخول محمد على ابن هارون الرشيد الأمي؟ إلى الوزير الحسن استنجدتها، إلى مناخ ومزار ومحل، دعامة الملك وحيث اعتمدت أركانه، والحرز من رتب الدول، سيف أمير المؤمنين المنتضى، وحصن ذي الرياستين المعتقل. أقسم بالله يمينا برة، والعيس تجتاب اليباب المتصل، أنتم يد الملك التي صال بها خليفة الله على حين وهل، وهضبة الدين وأنصار الهدى، وعصمة الحق وفرسان الفلل، وباذل الخير لما يسألوا، وباذل الخير إذا الخير سأل. شاعر كاتب أديب، أنت تصلح أن تكون في ديوان مولانا أمير المؤمنين، بل أن تكون صاحب ديوان الإنشاء. هذا ثناء لم يخطر ببالي أن أسمعه من مولاي سيد وزراء عصره أدامه الله. لا تنقطع عن زيارتنا، وستدخل علينا بلا إذن متى شئت. لقد غمرتني بكرمك يا مولاي، هذا يوم سعد. أين أنت يا ابن الزيات؟ الأمير سيغضب مني ومنك. كفى يا محمد. صفية، مضى أسبوع وانتصف آخر ولم أحظى منك بغير هذا اللقاء، ثم يكون جزائي منك صد والنفور؟
تستطيع أن تجعل بيننا لقاء لا فراق معه؟ أنا أنتظر منك أن تجعلني في حل من الخوف والحيرة. الخوف؟ ولم الخوف؟ لم تجيبيني يا صفية، لم الخوف؟ أتدري ما سيكون عقابي إذا علم أبي بأمرنا؟ وأنت كيف ستواجه والدك إذا عاتبه والدي وهما صديقان منذ زمن طويل؟ احسم أمرك يا محمد، وإلا وجدتك حيث ظننت أين تكون. لماذا تتعقبني يا إبراهيم؟ عذرا أتعقبك؟ صفية جعلتني في اضطراب، لقد سمعتني ما لا أحب سماع، جئت أحمل اللهفة والشعر والشوق وإذا بها تصدني بجفاء. ما الذي كنت تريد أن تسمعه من بنت حسب ونسب تسترق اللحظات لتلتقي بك وهي خائفة؟ تزوجها يا محمد. أنا أرغب ذلك. وما الذي يقف أمام هذه الرغبة ووالد صفية صديق والدك ولا يرد خطبتك؟ سأفعل. الآن تعال لتدخل معي على الأمير لئلا يظنك قد تجاهلت دعوته، وسأكلمك في الطريق بشأن ما جاء به القاضي ابن أبي دؤاد. هيا بنا. سأنشغل عنكم حيث يرحل أمير المؤمنين إلى طرسوس. ألن ترحل معه يا مولاي؟ لم يدعني، وأظنه يريدني هنا لأقوم مقامه في النظر ببعض شؤون الملك. تعال اقترب، لا تقف بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن الزيات. دعوتك قبل العصر فاعتذر عنك صاحب الديوان قائلا إنك كنت في مهمة. نعم يا مولاي، كنت أوصل رسالة لسيد الوزير الحسن بن سهل، أرجو أن يصفح عني مولاي. أنت لم تذنب كي تطلب الصفح، اجلس، أريد أن أسألك في بعض أمور الأدب والشعر. على الخبير وقعت كما يقال في المثل. نعم، بعض أصحابنا يقرأ شعرا وعر المسلك لا أفهمه، وإني أحب أن أسمع شعرا يقع في القلب قبل الأذن لرقته، كقول الشاعر الهلالي: ألا يا صبا نجد إذا هجت من نجدي، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. إنه شعر رائع تغنيه الجواري في المجالس لسهولة لفظه وعذوبته، وإني حين أنظم شعرا أجعله سهل المنال، قليل التكلف، واضح اللفظ. لم أسمع لك شعرا من قبل، أسمعني بعضا من نظمك وتذكر أني لا أفهم الشعر الوعر المغلف. سأسمعك يا مولاي ما يقع في سمعك وقوع النسيم على ورق الورد. أسمعني وتجاوز التقديم. بات للهم رقيب يمنع الغمض الجفون، بات يستدعي لي الهم ويستوفي الأنين، وكأني لم أكن للنوم مذ كنت قرينا، وأميري قد برى جسمي حذارا أن يخون، ثور الأحزان في القلب وقد كنا سكونا، فتناهينا عن الصبر وحالفنا الجنون، وإذا ما قلت صلني قال هذا لن يكون، فإليه مفزعي منه وإن كان ضنينا. هذا هو الشعر الذي يقع في الأذن سريعا ويطرب القلب. أحسنت يا ابن الزيات، أحسنت. ما دمت لا أسأل عنك وعن أحوالك تظل تبتعد عني وتتغيب. أحوالي جيدة يا أبي، وأنا أتجنب لقاءك لأنه يسبب ما أنت فيه من غضب.
وكيف لا أغضب يا ولدي؟ وأنت لا تريد أن تصبح صاحب مكانة ومال؟ المال؟ هذا هو المال يا أبي، والمكانة قادمة. أنا أتدرج في الوظيفة وصرت مقربا من الأمير ابن هارون الرشيد. لا تأمن قرب هؤلاء يا ولدي، إنه هو الذي يتقرب مني يا أبي، وسألني أن أكتب عنه وأن أسمعه الشعر. وهل ستبقى لديه نديما وشاعرا في الليل وكاتبا في النهار؟ متى يكون لك ما يجب أن يكون للرجل؟ تعني زوجة وأولادا؟ إياك أن تسمعني ما لا أحب. وهل رغبتي في الزواج من الأمور التي لا تحب سماعها؟ أحقاً؟ أحقاً نويت الزواج يا محمد؟ حسناً حسناً، أنا من سيختار لك. ما رأيك ببنت التاجر عبد الوهاب تاجر الحرير؟ صفية؟ هي من أريدها يا أبي. كانت تلعب حولنا وتتقافز وهي صغيرة، وكنت تطاردها، وستصبح الآن زوجك. هل أنت ضامن موافقة والدها؟ عبد الوهاب؟ عبد الوهاب حين يذكر ابنته يقول: صفية عروس محمد، دون خجل أو مواربة. الحمد لله، أنا الآن في أتم سرور يا أبي. هذا ثالث مجلس لا يحضره ابن زياد منذ أن تزوج، وهو لا يدري كيف ينهي عمله ليذهب إلى بيته ويجالس زوجته. سيمل مجالستها ويعود إلينا. لما وقفت بعيدا؟ أينما بعثتك لأجله؟ لم يرضى أن يعطيني شيئا. أنا اعتدت أن أستدين من ذاك الأحمق وأعيد له ما اقترضته. طلب مني 20 دينارا. أهلا أهلا وسهلا. أهلا، تفضلوا تفضلوا. تبدو متعبا اليوم يا محمد. نعم، مرض أمير المؤمنين واضطربت الأمور وصرت لا أجد وقتا للفراغ والراحة. لا بأس عليك يا محمد، لابد أن يكافئك الأمير ويثمن لك جهدك. وربما كافأك بما لا تحلم به. لم أحلم يوما إلا بك يا صفية، وما تمنيت غيرك مكافأة من السماء. الحمد لله، الحمد لله الذي حقق لنا الأمان. الحمد لله، والحمد لله على ما سيأتي. حقا يا صبي. أهو صبي؟ وربما هي بنت. لا بأس لا بأس، كل ما يرزقنا الله. هل هناك بريد لسيد الأمير؟ نعم يا سيدي. ادفع بهذا إلى سائس الخيل ليتدبر أمر العلف وما تحتاجه خيل أهل الأمير. لقد وقعت له بعشرة دنانير لأخذها من بيتي مال أمير المؤمنين. حسنا. ما عدت تأتي إلى الديوان إلا ساعة في اليوم يا محمد. لقد أوكل إلي الأمير كثيرا من العمل وجعلني أنظر في شؤون أهلي أيضا. لا تتذمر يا ابن السيات، فأنت الآن تصعد السلم بسرعة. من قال إني في تذمر أو ضجر؟ فكاتب مثلي يسعى لينال أقل من هذا، لكن الأمير. الدوام لله. ما هذا؟
أغلقت الأسواق أبوابها وأنا معهم، والناس في الطرقات يتفرجون على حرس الخليفة وهم يزرعون الرايات السوداء ويوزعون الصدقات. تعبت، تعبت حتى وصلت يا صفية. لا أظن أن محمدا سيعود من عمله اليوم. واجبه يا ابنتي، وأظنه سينشغل عنك كثيرا هذه الأيام، فاحتملي، احتملي. ها أنا ذاهب لأريح بدني. يجب أن أسأل أمي عن سبب حركة الجنين هذه. ما أسرع ما مرت به الأيام وذهب ذكر مولانا المأمون، وها قد جاء إلى الخلافة أخوه محمد. هل حقا أسموه العاصم؟ بل المعتصم أبو إسحاق، المعتصم بالله بن هارون الرشيد. هيا هيا عودوا إلى عملكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخليفة الجديد أشد تعبا منك الآن، فهو يستقبل المهنئين والمباركين والمتملقين والمنافقين منذ الظهر. لكنه يبدو في ارتياح يا إبراهيم. لقد ناقش العباس ابن الخليفة المأمون رحمه الله وحاز العرض دونه. العباس لم يتشدد بطلب الخلافة، ولم يجد من يحرك فيه التمرد. ولا تنسى أن قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد كان يريد المعتصم ويميل إليه. وأنا أيضا كنت أقول مع نفسي ليتهم يرفعون الأمير على عرض الخلافة. تحقق لك ما تريد. لزمني دين يا محمد، واستحق الوفاء، ولا أملك نصف ما أنا مدين به. خذ ما تريد يا إبراهيم، فلا فرق بيننا، لكني أرجو أن تتقب ولا تسرف في إنفاق المال. أشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيوا سيدكم الوزير محمدا بن عبد الملك الزيات، تفضل إلى جواري. حياك الله يا مولاي، ورفعك درجة لديه وجعلك لنا ذخرا من عاديات الدهر. تفضل. يا ابن الزيات، لقد أثقلت سمعي قصائد الرثاء والمباركة والمدح والشعر البارد ومما لا أفهمه، وأريد أن أسمع شعرا منك وأنت وزير. أنا عبدك يا مولاي قبل أن أكون ما رفعتني إليه، وسأسمعك ما تحب إن شاء الله. أنشد وأنت جالس. يا داني الدار في الأمان، ونازع الدار في العيان، نفسك موصولة بنفسي، وأنت كالنجم من مكاني. لي فكر فيك معجبات، في اللفظ صفر من المعاني. أقول حتى كأن عيني تراك من حيث لا تراني. هذا هو الشعر الذي أحب سماعه. إنه شعر جيد ولا ريب يا مولاي، وسهل الفهم، يذكرني بشعر لأبي تمام. هل هناك شعر لأبي تمام لم أسمعه قبل أن يذهب إلى خراسان؟ ربما يا مولاي، فأنت تنشغل في هموم الملك ويغيب عنك بعض ما يحضرنا. أسمعني يا ابن أبي دؤاد. يقول أبو تمام متغزلا: سرت تستجير الدمع خوف نوى غدي، وعاد قتادا عندها كل مرقدي، وأنقذها من غمرة الموت أنه صدود فراق لا صدود تعمدي،
فأجرى لها الإشفاق دمعا موردا من الدم يجري فوق خد موردي. وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي. فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. محمد، محمد، لما نهضت عن فراشك يا أبي؟ مبارك يا ولدي مبارك، أريد أن أرى الصبي. حسنا، أريد أن أرى. حسنا، الصفية أرسل الصبي. ارتاح يا أبي. جعفر، انظر إلى جدك يا جعفر. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. يا روح جدك، الحمد لله، الحمد لله الذي أحياني لأرى ولدك يا محمد. الآن إذا دنا الأجل إني أموت هاني الباج مطمئنة. أطال الله في عمرك يا أبي، كفى بكاء يا جعفر. أعزز علي بأن تكون عليلا، أو أن يكون السقام بك نزيلا. وددت إني مالك لسلامتي، فأعيركها بكرة وأصيلا، فتكون تسعى سالما بسلامتي، وأكون مما قد عراك بديلا. حماك الله من كل سقام يا ولدي، حماك الله. هناك أمر يحيرني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام سيدي الوزير. انصرف. ما الذي يحيرك يا إبراهيم؟ منذ أن استلمت ديوان الجند وجرايتهم وأنت في حيرة من أمرك، كأنك لست ابن الديوان. الجند، بعض الجند يطالبون بجرايات جديدة. هل رفع إليك القائد أو مساعده كتابا عليه ختمه؟ لا لا، أنا التقيت ببعض أمراء السرايا وحدثني أحدهم. الأمور لا تساس بأحاديث المجالس يا أخي، واعلم إني لا أستطيع أن أدفع عنك ما لم أعرض على أمير المؤمنين كتب القادة. أنت تكثر من لومي وتقريعي يا محمد. النقص في بيت مال الجند كبير، كبير يا إبراهيم. لا، هذه إساءة كبيرة منك إلي. يا ظالماً نحل الإساءة غيره، إني لذاك وإن عنفت لقابل. أما اللسان فمنصف متبدل، وضمير قلبك فيه داء داخل. إذا نطقت خصمتني فكأنني لك قاطع حبلا، هو أنت الواصل. قتلتني يا ابن الزيات. أنت من قتلتني بكونه صديقي. بالله، بالله ربك، هل يسرك أنني أصبحت مقتولا وأنت القاتل؟ أبي، حبيبي جعفر، اجلس يا بني. تمنيت لو أن جدك عبد الملك رآك وأنت تركض وتلعب يا جعفر. الحمد لله على كل حال، لقد عاش أبي كريما ومات عزيزا، بكت له العيون وحزنت لأجله القلوب. صدقت. تعال يا جعفر، تعال، هيا
ادخل لتريح بدنك قبل أن تذهب إلى عملك. لا راحة مع الوزارة يا صفية. أتشتكي مما يتمناه الناس يا أبا جعفر؟ لأن الناس تظن أن الوزارة هيبة ومكانة بلا تعب ونصب، وهي أم التعب والنصب. أنا ألازم المعتصم وأوقع الرسائل وأجاري القاضي ابن أبي دؤاد الذي لا يحب أحدا، والمعتصم مشغول بالحروب، وهذا يجعلني أواجه الكثير من المصاعب. الصبر، الصبر يا أبا جعفر، والصبر خير. سأتيك بثياب نظيفة، هيا يا جعفر. إن في الصبر لخيرا فاصطبر، واستعذ بالله من سوء القدر. اجعل الصبر لما تحذره جنة، فالصبر مفتاح الظفر. إن في الصبر مجيرا لك من صولة الهم، إذا الهم حضر. كيف تنقص أموال الجرايات بهذا القدر؟ ألم تحاسب صاحب الديوان المتصرف بالأموال يا وزيرنا؟ مولاي، لم يدفع لي القائد أو آمر الحامية شكاية لأحاسب إبراهيم الصولي بموجب تلك الشكاية يا مولاي. صارت لديك الآن شكايات لا شكاية، فانظر ما ستفعله بشأن هذا المتهاون. أو لنقل السارق. أمر مولاي. أنا الآن وزير يا إبراهيم. وزير يحاسب موظفا قصر في عمله. ستتخلى عني إذن؟ ولما تخليت أنت عن الأمانة؟ إذا كنت تريد أن تبقي على صداقتنا، وأنت تعلم بأنني مؤتمن على أمور أوكلها إلي أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. أوجز ابن زياد، فإني أراك قد أعددت لأخذي، وجئتني بالعقوبة لا بالعفو. الأمر ليس بيننا الآن. أنا لا أستطيع أن أعفو عن شخص مد يده إلى مال الجند مستغلاً أخوتنا. وكأن أخاك يرى ما رأيت، ومهما دعوت إليه أجاب. فلما أسأت وكنت امرأً، إذا ما اقترضت نسيت الحساب. تناقض من صاعداً واطمأن بأخرى، وقال لعل العتاب. كفاك عتاباً ولوماً وتقريعاً، ادفع بي إلى السجن، ولا تزد في القول بما يزيد موقفي خزياً. بل تسمع مني آخر كلام بيننا. فلما أبيت إباء الحارون ثنى أختها، فتبوأ السحابة. خذوه